ماكس فيرستابن. خلينا نشوف التوقف. توقف بطيء جدا. توقف طويل لفريق ريد بول. حرام. خلاص انتهى بالنسبة له سباق ماكس. سباق شو اللي صار؟ حرام. توقف طويل طويل طويل. خلاص قضى على آماله بإحراز الفوز وربما حتى أعطى أفضلية فيها. شوف قديش اللي تتجوزوه. خسر كثير فيرستابن. يعود إذا في هذه الأثناء خلف بوتاس ولا وحتى كمان سترول يتقدم.